السلام عليكم، انا محمد هشام، كنت حابب اوريكم قبل ما نبدا الفيديو فريق الصيانه الذاتيه. الصيانه الذاتيه. في الفيديو ده هنعرف ايه هي الصيانه الذاتيه، وليه احنا بنهتم كشركه اننا نعمل نظام للصيانه الذاتيه، وإيه هي الفوائد الراجعة على الفني أو المشغل، والفوائد الراجعة على المعدة نفسها بتاعت شركتنا. طيب خلينا نبدأ على طول. الصيانة الذاتية بنرمز لها بالرمز AM، وده اختصار للكلمة الإنجليزية Autonomous Maintenance، وتعتبر الصيانة الذاتية هي أحد عناصر برنامج تصنيع صابون المتميز، واختصاره SME. طيب ايه هي الصيانة الذاتية؟ الصيانة الذاتية بتعني قيام المشغل او الفني ببعض اعمال الصيانة البسيطة للمعدات، بحيث اننا نقدر نوصل للمشاكل بمجرد النظر وبسهولة وفي اقل وقت. والاي ام بتشبه بالظبط اللي بيعمله الانسان غالبا للاعتناء بنفسه او باجهزة المنزل اللي بيستخدمها، ثم الاستعانة بالمتخصصين عند الحاجة اللي بتستوجب تدخلهم. فعلى سبيل المثال احنا بنلاحظ نفسنا لو اصيبنا بنزلة برد، وساعتها بناخد دواء يعالج المشكلة دي. طيب لو حالتنا اتدهورت برضك بعد العلاج اللي احنا خدناه، ساعتها احنا بنحتاج تدخل من مختص زي الدكتور. وكذلك لو لقيت في البيت مثلا كرسي وفيه مسمار، والمسمار ده فيه مشكلة ومحتاج يتركب بشكل كويس، فإحنا بنركبه بنفسنا عشان يفضل الكرسي بحالة جيدة. طيب ليه مش بنستدعي نجار؟ لأن الموضوع بسيط وهيكون مضيعة للوقت والمال لو عملنا كده. طيب إيه اللي هيحصل لو ما ركبتش المسمار كويس وانتظرت إن النجار يجي يصلح الكرسي؟ بداية أنت هتنتظر أيام عشان النجار يصلحه، وفي خلال الوقت ده ممكن حد يستخدمه وبالتالي الكرسي هيتكسر، وتحتاج تغيره أو إنك تصلحه بثمن كبير، وبرضك ممكن حد يتأذى من المسمار ده وهو ما يعرفش أصلاً إن في مشكلة في الجزء ده، وده أسوأ حاجة ممكن تحصل إن في شخص يتأذى. طيب ليه إحنا محتاجين كلنا نركز في الصيانة الذاتية، سواء مشغل أو فني أو مهندس أو مدير؟ وليه محتاجين نعمل خطة وسيستم عشان نتحكم في الموضوع ده؟ هقولك موقف بسيط بيحصل معانا كلنا، بس المرة دي أنا هختار مثال بسيط بس غالي شوية عشان أوضح لك إننا بنعمل كده في الحاجات الغالية مش الرخيصة بس. ولنفترض إن ربنا رزقنا بعربية جديدة، تفتكر هنتعامل مع العربية إزاي خلال أول أسبوع؟ هل هنقلق على العربية وهنركز في المكان اللي بنركنها فيه؟ أكيد طبعا. هل هنحاول ناخد بالنا وإحنا ماشيين من العربيات والموتوسيكلات بشكل زايد؟ أكيد آه. هل هنسمح إن حد ياكل جوه العربية؟ أكيد لأ. طيب هنغسل العربية بشكل منتظم؟ أكيد آه. طيب بعد 5 سنين هل هنركز في حاجة من دول؟ أعتقد إن في ناس ممكن ما تغسلش عربيتها غير لما الدنيا تشتي. فزي ما إحنا شايفين إحنا شخصيا بنتعامل مع حاجتنا بشكل مختلف بعد مرور زمن مش كبير، حتى لو الحاجة دي مهمة بالنسبة لنا وغالية جدا. طيب بدل ما احنا بنتعامل كده مع حاجتنا بالشكل ده مع مرور الوقت، اكيد لو حد تاني مش صاحب الحاجة دي هيتعامل معاها بشكل اصعب. فعشان كده كلنا محتاجين نركز ونحط خطة ونمشي عليها، لان طبيعتنا البشرية بتخلينا نهمل وننسى حاجتنا الشخصية، وبكده نقدر نخلي المعدة بتاعتنا زي العربية اول اسبوع مش زي بعد 5 سنين، بتركيزنا على العمل الجماعي بين الفنيين والمشغلين والمهندسين، وعلى مهاراتهم وازاي بنتعامل مع المعدة، وكل ده في إطار خطة احنا حاطينها بنفسنا. نيجي لآخر نقطة وهي الفوائد الراجعة على الفني أو المشغل للمعدة. الصيانة الذاتية بتحاول دايما تقوي المستوى العلمي للفنيين والمشغلين بشكل مستمر،
وده علشان يقدروا يأدوا دورهم بشكل فعال، ونتيجة لتعلمهم فبيكون ليهم قدرة في اتخاذ القرار في الوقت المناسب وإعطاء آراء بشكل فعال لباقي أعضاء الفريق. وده عكس اللي كان بيحصل في شركة فورد لما بدأت. شركة فورد كانت بتعتمد على أنها توزع العمال على خط الإنتاج بشكل منظم جدا، ويكون لكل عامل وظيفة بسيطة بيقررها طول الوقت طول اليوم طول السنة، من غير ما يعرف إيه هي وظيفة المعدة اللي بيشتغل عليها بشكل علمي أو مكونة من إيه، أو يعرف معلومات عن المنتج اللي بيصنعه، وبالتالي مفيش حد كان بيستني منهم رأي أو قرار. دلوقتي الحمد لله خلصنا الأربع نقط اللي كنا حابين نفهمهم في الفيديو ده. كان معاكم محمد هشام سنة 2021. أنا اسمي أحمد المعداوي، عضو في فريق الصيانة الذاتية بمحطة التعبئة، ومسؤوليتي هي نظام خروج الصيانة، وتشتمل في ثلاث نقاط رئيسية: تدريب الفنيين على كيفية استخدام خروج الصيانة، متابعة تسجيل خروج الصيانة في قائمة التتبع، وتسجيل مدة غلق خروج الصيانة. أنا أحمد سعيد، عضو في فريق الصيانة الذاتية بمحطة التعبئة، مسؤوليتي هي التنظيف العميق، والذي يهدف إلى الوصول بالمعدة لحالتها الأصلية من خلال فك وصيانات المعدة بالكامل. 1- تصحيح الأوضاع الغير منضبطة. 2- عمل جهود صيانة لحل المشاكل. 3- تصوير حالة المعدة قبل وبعد تنظيف العمل. محمد عبد الكريم، عضو فريق الصيانة الذاتية بمحطة التعبئة، ومسؤولياتي هي 1- إنشاء وتنظيم الـ CIL والعمل على تقليل الأوقات الأنشطة بالتعاون مع مسؤولي التطوير المستمر بالفريق. 2- متابعة الأنشطة الدورية للـ CIL أو ما يسمى بالشيك ليست للتأكد من تنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد. اسمي خالد صلاح عبد العظيم، عضو فريق الصيانه الذاتيه بمحطه التعبئه شركه اسكندريه للسكر، مسؤول عن تقليل مصادر التلوث وتطوير اماكن صعبه الوصول بالمحطه عن طريق عمل قائمه حصر باماكن صعبه الوصول ومصادر التلوث، وبعد كده بنعمل تحسين من خلال عمل كايزن بالتعاون مع مسؤول التحسين المستمر بالفريق. أنا اسمي شوقي السيد عبد الخالق، عضو فريق الصيانة الذاتية بمحطة التعبئة، مسؤولياتي بتتلخص في نقطتين: النقطة الأولى متابعة الـ OBL والكايزن وعمل تراكنج شيت ليهم، وبتتمثل في عدة نقط. أول نقطة بالنسبة للـ OBL متابعة قدرة الأفراد على الاستيعاب والحضور، تاني نقطة متابعة مشاركة الأفراد في الدرس، تالت نقطة عمل تقارير شهرية وتعليقها على الأكتيفيتي بورد.